من خلال هذا الحفل وضعت الكاتبة سميرة الكيلاني كتابها القيم عندي فكرة مشكلتك بسيطة بين يدي قرائها، كتاب صديق للبيئة جاء بعد جهد بذلته خلال السنوات الماضية من قراءات وتجارب قامت بها شخصيا. الحفل رعاه العين الدكتور زيد الكيلاني. شوف، أول شيء أنا يعني بأيد الواحد يستغل وقته ويستغل ذهنه، ودائما بقول مدى وقت يعني اللي لاحظته من سميرة، رغم انه ست بيت عندها شغلها عندها اطفالها، مع كل هذا استغلت وقتها لانه تعبي وقتها بنفس الوقت تنفع المجتمع. الافكار اللي فيها افكار عمليه كثير في الكتاب هذا، محتمل الواحد يستعمله في حياته اليوميه. ألف فكرة ذكية ضمنتها الكاتبة في هذا الكتاب الموجه إلى ربات البيوت، كتبتها بعناية وبأسلوب ممتع ولطيف ليكون مرجعا شاملا وفريدا من نوعه لجميع من يحتاجه، بحيث يمكن الاستفادة من المواضيع الواردة فيه لحل المشكلات التي قد تواجهنا خلال اليوم. الفكرة أنه أنا بحب كثير أقرأ، فكنت ألاقي معلومات كثير مهمة في الكتب وفي المجلات وهيك، وكنت أطبقها وعن جد تزبط يعني، فقلت ليش ما أعمل هالكتاب بيكون في متناول يدين مثلا ست البيت او اي واحد بحب يعمل حلول تكون يعني بدون كيماويات وبدون هالشغلات اللي عم نمارسها. فاجت عبال الفكره وجمعناها في كتاب، وكان الكتاب شامل مش بس للمطبخ وللتنظيف، كان في شغلات عن النباتات، شغلات عن السيارات للشباب كمان، للاطفال، للي بحبوا يهتموا بالحيوانات الاليفه. أرادت الكاتبة لهذا المؤلف أن يكون مخزونا معرفيا نظريا وعمليا ينهل منه الطلاب والمدرسون المعرفة والآليات والمهارات المهنية والتطبيقية اللازمة لتشخيص الظواهر والمشاكل البيئية وحلها بما ينعكس إيجابيا على البيئة المحيطة. لبرنامج دنيا يا دنيا، إلين يوسف.